بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة الله العالمين. الحكم الشرعي شراء الذهب بالتقسيط، لا يجوز شرعا عند جمهور العلماء شراء الذهب بالتقسيط. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ولكن يدا بيد. الحديث الثاني: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، ولا تشفوا بعضها على بعض. بعض الناس أو كثير من النساء أو بعض النساء تذهب لشراء الذهب، ما يكونش معها يعني فائض من المال او مال او ليس معها مال كاف مال ليس معها مال كاف، يعني تشتري بالتقسيط وهي لا تعلم ان هذا حرام شرعا. فليه لماذا حرام؟ ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان التعامل بالدنانير الذهبيه والدراهم الفضيه. فالحديث عام، الحديث عام. فبعض الناس كانت بتتعامل بتبادل الطعام بطعام، وبعض الناس كانت بتتعامل بالنقود. والنقود عباره كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عباره عن دنانير ذهبيه ودراهم فضيه. فكان المشتري ذهب بيدفع دنانير ذهبيه من قيمه الذهب ده ويشتري الذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. يعني لازم في المجلس البيعه تنتهي بالكامل، وكل كل كل طرف ياخذ حقه بالكامل، ويكون مثل بين سواء بسواء. فلو انت هتبادل سبيك الذهب بسبيك الذهب، ده سبيك الذهب لازم تكون لازم يكون نفس العيار، عيار 24 بعيار 24، لازم تكون نفس الوزن. يعني اساسا قال مثل بمثل 5 جرام ب 5 جرام سواء بسواء، يعني لازم تكون نفس الجوده نفس المصنعيه. لو دفعت فرق ثمن زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديوهات سابقه اصبح ربا. كذلك البيع بالتقسيط الرسول صلى الله عليه وسلم ما استثني شيئا، قال: الذهب بالذهب. فكان اللي بيدفع الدنانير الذهبيه العلماء قاسوا على ذلك، لازم يدفع الدنانير الذهبيه دي بقيمه السبيكه دي، او سبيكه مثلا 5 جرام ذهب قيمتها 100 دينار من الذهب، يبقى لازم يدفع 100 دينار من الذهب ويدخل بلاها السبيكه. لو دفع جزء وبقى جزء اصبح ربا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضها على بعض، اي لا تفضلوا بعضها على بعض. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم. فاستنبط العلماء من هذا، جمهور العلماء، ان هو لا يجوز. طبعا احنا دلوقتي عندنا عملات ورقيه، العملات الورقيه حلت محل الذهب والفضه. فقاسوا العملات الموجوده دلوقتي على الذهب والفضه، والشيء اذا حل مكان محل شيء اخذ نفس الحكم الشرعي. دي قاعده فقهيه عند اصول علماء اصول الفقه. حلت الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن محل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية التي كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأخذ نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم. وبالتالي لو أنت دفعت جزء من الفلوس وبقيت جزء من الفلوس، كأنك بتدفع جزء من الذهب وتبقي جزء من الذهب، لأن الفلوس دي كانت زمان دنانير فضية ودراهم دنانير ذهبية ودنانير ودراهم فضية. مفيش غير ابن القيم وابن تيمية وبعض العلماء هم اللي اجازوا ذلك، وقالوا اذا بيع الذهب بهذه الطريقه اصبح سلعه، ولم يصبح ذهب، اصبح سلعه كاي سلعه. والبيع بالتقسيط حلال شرعا عند جمهور العلماء. لكن جمهور العلماء قالوا لا، الذهب له خصوصيه، لان زمان كانت التعامل بالدنانير والدراهم، ودول كانت والدنانير كانت ذهب. فقاسوا هذا، وحتى الزكاة لما جم يقصوها قصوها على الذهب والفضة، لأن أصحاب رضي الله عنهم كانوا بيطلعوا على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية الزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 20 مثقال. فإذا بلغ 20 مثقال ففيه ربع العشر، اللي هو 2.5%. وليس في الفضة شيء حتى تبلغ 20 درهما، فإذا بلغت 20 درهما ففيها نصف دينار، فيها نصف درهم. يعني ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا كان في بلغ 20 دينار ففيه نصف دينار. يعني نصف دينار يعني نص من 20، يعني 1 من 40، يعني 2.5%.
فبما ان العلماء قاسوا الزكاه على الدنانير والدراهم، وكان الذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذهب بالذهب، فكانوا الدنانير الذهبيه دي بتشترى بالذهب، فلازم تكون مساويه، فقاسوا. فطبعا اللي يؤخذ به هنا هو راي الجمهور. هذه من الامور الخطيره جدا، الامور الخطيره جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا امرنا ان اجتنب الشبهات. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات في روايه وقع في الحرام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ الرجل درجه المتقين حتى يدعى ما ليس فيه بأس خشيه الوقوع فيما فيه بأس. فما بالكم بحاجه فيها شبهه ربا، وده جمهور العلماء. فما حدش ياخد براي المرجوح او راي طبعا ابن تيميه ومن القيم علماء كبار، ما حدش قال حاجه، ولكن العلماء تخطئ وتصيب، كل عالم له كثير من الاخطاء، وله كثير ايضا من الاراء التي اصاب فيها وكثير الاخطاء التي. فعلينا هنا ان نجتنب الشبهات ونجتنب ونستبرئ لديننا ونفعل شيء في شبهه لدين الداربه. فلما تيجي تشتري ذهب سواء كنت رجلا او امراه تدفع فلوس كاش ما تاثرش حاجه، ولا تقعد وقعت في كبيره الربا. والربا من اكبر الكبائر، يعني يكفي ان اقول لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، قال يبعث اكل الربا يوم القيامه مجنونا يتخبط والعياذ بالله. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى في تعقيبا في باقي الايات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم، وصف المرابي بالكفار وليس بالكافر، شديد الكفر، شديد الاسم. وهناك حديث اخر بسند يصل الى درجه الصحيح عن عبد الله بن مسعود درهم ربا اشد عند الله من 36 زانيه ادناها ان ينكح الرجل امه في صحن الكعبه والعياذ بالله. يعني يتعامل مره بالربا ياخذ درهم ربا، لا يعطي درهم ربا او ياخذ درهم ربا، اشد عند الله سبحانه وتعالى من ان تزني بامك 36 مره ادناها ان تزني، كانك زنيت بامك 36 سنه ادناها ان تزني بها في صحن الكعبه والعياذ بالله. اعوذ بالله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي عدله. هو من 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات. فنلتقي الله سبحانه وتعالى اللي له زوجة او اخت لازم يحذرها، لما تشتري ذهب لازم تشتري بتدفع ثمن كاش ومحدش يقصد في الذهب. وكما قلنا قبل ايضا كمان محدش يبادل ذهب بذهب زي ما بينا في فيديو قبل كده الحديث اللي احنا قلناها دي، الا يكون له نفس القيمه ونفس المعيار ونفس المصنعيه. محدش يبادل يدفع ذهب يبادل حلق بغويشه ويدفع فرق ثمن. تاخد الحاجه اللي انت عندك اللي عايز تبيعها تديها للسايق وتاخد فلوس، وتاخد الفلوس دي وتروح بيها لسايق تاني تشتري ذهب جديد. لكن ما تديش الحاجه اللي عندك 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 خاتم مكسور ولا عندك اسوه مكسوره ما تديهاش للسايق وتاخدي مكانها حاجه جديده وتدفع فرق الثمن، ده برضه ربا. الحديث اللي احنا قلناها دلوقتي لا، تاخدي فلوس بعد كده تروحي تسايق في يوم تاني وتشتري. الكثير من الناس برضه لا تعرف، كثير من النساء لا يعرفون او لا يعرفن ذلك الحكم، ويكون عندها خاتم مكسور سلسله مكسوره قد خاتم قديم تروح رايحه ومبدلاه مديه للسايخ الخاتم ده واخد حاجه جديده ثمنها اغلى وتدفع الفرق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء، يعني لازم يكون نفس الوزن نفس المعيار نفس العيار، ما يكونش في فرق في الجوده ولا في الوزن ولا في العيار. 5 جرام ب 5 جرام، 24 قراط ب 24 قراط، الجوده هي الجوده، ما فيش فرق في المصنعيه. ولو يمكن هتبدل ده قديم بجديد اللي ما هتدفع فرق ثمن المصنعيه، يبقى بالتالي بقى ربا. طبعا كثير من الناس فعلا ذلك. فنتقي الله سبحانه وتعالى، اكتب لكم الكلام ده تحت فيديو نسخون شروح واشرح هذا العلم في ثواب عظيم لعلم علما في الاجر العام به يوم القيامه. ما تنسوش تفعيل الجرس والشرح في القناه، اسرهم جيد تساعدون 10 سنوات. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.